احنا مش هنغير ديننا ولا هنغير عاداتنا ولا قوانين بلادنا عشان 28 يوم. انت اللي لازم تتأقلم علينا وتعرفنا عشان تعرف تتعامل معنا كويس. مرحبا أصدقائي. قطر أول دولة عربية صغيرة مسلمة تستضيف مونديال 2022. رح نسأل الجالية العربية المقيمة في مدينة فيينا عن رأيهم الشخصي في هذا الحدث. خلوكم معنا بعد الفاصل. مرحبا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا رأسي حبيبي. قطر أول دولة عربية مسلمة صغيرة تستضيف كأس العالم 2022، شو رأيك أنت كعربي في هذا الحدث العظيم؟ والله نحن يعني أي عربي بيفتخر وبشجع هاي الفعاليات والأنشطة اللي بتصير اللي بتكون كبيرة وبتصير بدولة عربية. نحن بالأخير كلياتنا نشجع ومنحيي أي دولة عربية بتساوي هذا الشيء ومنكون يعني معه. وشغلة تانية، يعني قطر من الدول هلأ الصايرة من الدول العظيمة بالبنية التحتية والاقتصاد والفعاليات الرياضية والاقتصادية كمان. والجماعة يعني مثل ما قالوا هن عم بيشتغلوا من لما قرروا بال2010 كأس العالم، من وقتها بلشوا، يعني صار لهم 10 سنين 12 سنة عم بيشتغلوا بالموضوع من حيث ملاعب فنادق، حتى جابوا بواخر فيها فنادق. أنا مبارح كنت عم بسمع تقرير على الجزيرة أنه في بواخر حترسي بالميناء هنا ميناء قطر فنادق للسياح والعالم اللي جاي من برات من كل دول العالم. أخي هلأ أنا متابع هذا الموضوع على المستوى الإعلامي. أنا شفت الشيخ حمد آل خليفة رئيس دولة قطر، الله يحفظهم بالأخير ويحفظنا ويديم دولنا كلها العربية بأمان، طلع وصرح أنه نحن بنحترم كل أي ديانة أو أي طائفة أو أي شيء أو أي عقيدة بيجوا لعنا، بس بالتالي مثل ما نحن مستضيفينهم وحنحترمهم هن كمان حيحترموا عاداتنا وتقاليدنا وكيف نحن ومين نحن. فالزلمة يعني قال لك أنا رئيس وعندي دولة، بتمنى مثل ما أنا محترمك ومستضيفك كمان أنت تحترمني مثل ما أنا محترمك. وأي حتى على مستوى أي بيت أنت وقت بدك تفوت على أي بيت حتكون أنت محترم صاحب بيته وعاداته وتقاليده، وهو حيستضيفك ويحترمك نفس الشيء. صفه يعني هذا الأمر يعلن كثير من الفخر أنه استطاعت الدولة العربية أن تقطف هذا الإنجاز من أيدي دول عظمى كانت تنافس على هذا الموضوع. ونرجو لقطر إن شاء الله أن يكون هذا الإنجاز يجسد صورة العرب الحقيقية بأنهم أناس حضاريون متميزون يستطيعون أن ينفذوا كل شيء إذا توفرت لهم الإمكانات. طب الآن في حملة شرسة ضد قطر مسيسة لنقول، ماذا ترد عليها؟ يعني هذه دائما لا ترمى للأشجار المثمرة. كثيرين من المغرضين من يريدون أن ينتقصوا من مكانتها كدولة استطاعت أن تثبت نفسها على الساحة العالمية بمجال الرياضة ومجالات أخرى، فهم يريدون انتقاص هذه المكانة. يعني نحن ندعو الجماهير العربية القادرة على حضور المونديال بالتوجه بكثافة، خاصة أخوان دول الخليج العربي من لديهم إمكانات لحضور هذه الاحتفالية الضخمة التي سيكتب إن شاء الله تكتب بحروف من ذهب في التاريخ أنها استطاعت هذه الدولة النامية كما يسمى دول العالم الثالث الصغيرة، بلد مسلم يتجاوز على سكانها قد يكون مليون إنسان، استطاعوا أن ينجزوا هذا الإنجاز الضخم الذي عجزت عنه كثير من الدول. فنرجو من كل الجماهير العربية القادرة التوافد لذلك، ونرجو من المغتربين في دول الاغتراب من يستطيع الحضور ودعوة الأجانب أيضا لحضور هذا المونديال للرد على هذه الدعوة المغرضة ضد قطر. أولا أنا أهني الشعب القطري على الأداء الرائع أولا في التجهيز، وعلى أنهم خدوا المبادرة كأول دولة عربية أنها تتقدم لتنظيم كأس العالم. كثير من الدول العربية لم تنجح في السابق، يعني زي ما بنقول يعني نخلع لهم القبعة أنهم استطاعوا الحصول أيا كان الطريقة اللي حصلوا بيها، زي ما بيعملوا بيدعوا أن قطر عملت وقت في الآخر هي فازت، وده مفروض ان احنا نحترمه. اما عن الحملة اللي صايرة اليومين دول فده منطقي، يعني ما انا شايف انه يعني اولا قطر مش فيها ثبتين من وجهة نظر الغرب،
الأولى أنها دولة إسلامية، ثانيا أنها دولة عربية وتملك المال. تمام. فإذا كانت لها فرصة بتنظيم وإظهار بأنهم قادرون على تنظيم مثل هذا الحدث فربما يكون لها شأن، وهذا مرفوض من كل الغرب. يعني أستدعي الآن آية من كتاب الله العزيز: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فده بالنسبة لي مش مفاجأة. نتمنى للشعب القطري أولا أن يكون على قد المسؤولية، للمسؤولين في قطر أنهم فعلا يشرفونا، وإن شاء الله يشرفونا، وده أنا متأكد منه، ونتمنى من الله أنها تعدي بسلام إن شاء الله. طب أستاذ، كيف فينا نوقف مع قطر ضد هذه الحملة؟ يعني بالنسبة لنا احنا هنا في الغرب على الأقل في علاقاتنا، يعني أنا في علاقاتي التجارية أو علاقات البيزنس، كل واحد فينا يقدر على الأقل يغير ما يقوله الإعلام من خلال المجموعة اللي بيشتغل معاها أو المجموعة اللي هو بيخدمها أو المجموعة اللي بيتعاون معها. هذا الحدث نفتخر فيه كعرب كلياتنا مو بس قطر. بالنسبة لقطر يعني إنجاز عظيم، يعني خلال 10 سنوات قدمت ما فيه الكفاية لأنجزت دولة أنشأتها من جديد لتستقبل هيك حدث كبير يعني. فنتمنى لها التوفيق، نتمنى لها كل الدول العربية تكون بهذا التقدم مثل قطر مثل الإمارات، وإن شاء الله عقبال عدنا نستقبل كمان، عقبالنا كدولة سورية نستقبل هيك حدث كبير كمان إن شاء الله. نتمنى الخير لكل إخواننا العرب. هذه أمور شخصية بدولة، إحنا عم نستقبل دولة مثل هاي عم تستقبل مونديال كرة قدم، مو مونديال كرة أمور شواذ وهذا، هذا أمور شخصية بدول يعني قرارات دولية يعني ما إلها شخص كشعب. إحنا شعب يهمنا الإنجاز اللي قاعدة تقدمه قطر كمونديال لكرة القدم، أما الأمور الحريات وهاي الأمور هذا أمر شخصي تابع الدولة، هم شعب هم مبسوطين ديمقراطية دولتهم، فإحنا ما لنا حق ننتقدهم أو شيء، احنا ننتقد اللي عنا يمكن فقط لا غير. اتمنى لهم التوفيق كدولة قطر، وامور الانتقادات هاي الشواذ وهاي الامور هاي امور شخصية كدولة قطر، هم الجماعة مقتنعين بش اللي عم يقدمونه ومفتخرين فيه ونفتخر فيه، ومرة ثانية احنا كعرب كسوريين كمان احنا كبلد مسلم وعربي في عندنا عاداتنا وتقاليدنا، هذه يعني هذه الاسس البلد الاسلامي اللي انت انا كمقيم موجود الان بالنمسا واجبي أني أحترم قوانين هذا البلد وما أتجاوز الحدود، وكذلك الأمر أنت لما نزور أي بلد عربي في عنده قيم في عنده مبادئ في عنده قوانين أنت كما لازم تحترمها. أخي أنت مثل ما بدك في عندك حرية مثلا أنت تمارس أي طقس أنت بدك، يعطيني الحرية أني أنا كذلك الأمر أنفيه تماما. بالعكس أنا كعربي كسوري كمسلم أدعم قطر، أنا مع قطر، أنا كشخص كيف أقدر أساعدهم بالتوعية يعني أنا كوني مقيم سابق في الخليج أعرف عادات وتقاليد ذاك البلد، فأنا أقدر أوضح للناس اللي موجودين هنا أو أي شخص عنده فكرة سيئة تجاه أي بلد مسلم أو عربي أقدر أوضح له الفكرة. بالعكس تماما، نحن مفتحين العالم بس ولكن ضمن إطار ديني معين. أكيد أنا كمواطن عربي أفخر بقطر إنها مستضيفة كأس العالم، وهو حدث تاريخي حقيقة، لأول مرة في دولة شرق أوسطية يقام هذا الحدث. ثانيا أنتقد الدول التي تنتقد قطر باستضافتها لكأس العالم، يعني هم يجيبونها من باب الحرية، فمن باب أولى حرية قطر هي تتخذ القوانين والتدابير اللي تشوفها مناسبة مع عاداتها وتقاليدها، هذا الأمر مفروغ منه يعني. إذا وهي أيضا يعني كمسمى اسمها كأس العالم، فهي ما هي خاصة بدول أوروبية أو دول شرق أوسطية أو غيره، هي اسمها كأس العالم، هي لكل العالم بكافة الثقافات والأديان باحترام العالم لبعض البعض. وما ننسى أنه قطر قيمت من أفضل الدول بالإجراءات من خلال الإنفاق الكبير اللي تم على كأس العالم أو على الملاعب، وبالنهاية أي شعب يعني يعيش بأي مكان أو يذهب لأي دولة مجبور يحترم العادات والتقاليد الثقافية اللي موجودة بهذا البلد، فأمر طبيعي جدا يعني أنه لما تطلب قطر من الوافدين أنه يحترموا القوانين ويحترموا الأمور اللي هي وضعتها، فهذا أمر طبيعي ما هو محل انتقاد. فالانتقاد من هالباب هذا يعتبر سياسي أكثر، ما هو انتقاد تقني كتقصير من قطر بهذه الإمكانيات. يعني هذا كرأي شخصي، كنا ندعم قطر، كنا مع قطر، مشكورين، وإن شاء الله الله يتممها على الخير أفضل شيء. طبعا أكيد هذا شرف إننا نحن، وهذا شيء طبعا كويس، يعني هاي بلد أقل ما يمكن بلد عربية، يعني قطر تعتبر دولة عربية مثل أي بلد يعني عربية،
وثاني شيء هذا شيء كويس يعني وشيء مليح، لانه بنحب نحن يعني مثل يقولوا يعني احب انه تكون وطن عربيه من الدرجه الاولى، ما تكون من الدرجات الثانيه او الثالثه. وقطر بلد حلو طبعا، الخليج العام ومثل يقولوا بلاد الشام كلها تمام، فهذا شيء كويس يعني. انا برايي يعني كل بلد حر برايه. وهلا انا جيت على هالبلد، عرفت شلون؟ انا كان عندي يعني انا بدهم نحن شعب شرقي، جيت انا هون بلد غربي، فانا اجباري بدي احترم القانون واحترم البلد اللي انا فيها تمام. وقطر يا اخي يعني بتقول هي قرعه اجت فيها المونديال، فمن حقه هو طبعا هذا الشيء بيرجع له يعني. انا ما فيني احكو، وانا لا تاخذ بهالكلمه، انا بس كعربي تكون ببلدي انا كسوري ما بوافق هذا الشيء. تحترم عاداتي وتقاليدي؟ طيب انا بعد طبعا انا انه هي بلدي انا، هيك عاداتنا وتقاليدنا. اما انا جيت لهم فرضا او اي بلد تانية على التعيين، اذا كان هن بيحترموا المصريين فانا لازم احترم هذا الشيء، مزبوط؟ لانه انا مو بلدي هاي. فبالعكس انا ضد هاي القصه، وانا بحترم قطر وبحبهم كثير. ده شيء كويس جدا وشيء يدعو للفخر ان دوله عربيه مسلمه بحق دوله قطر تنظم كاس العالم، وطبعا كل الدعم ليهم ونتمنى لهم التوفيق وان شاء الله تكون افضل نسخه لكاس العالم باذن الله. هو طبعا اي ده وضع طبيعي ان يبقى في حمله، لكن احنا بندعو العالم كله ان هم يحترموا ثقافتنا وعاداتنا، وده وضع طبيعي زي ما احنا بنحترم ثقافتهم وعاداتهم وبرضه يحترموا ثقافتنا وعاداتنا، وان شاء الله ما يبقاش في اي مشاكل والامور تعدى على خير باذن الله. والله انا حابه الايدي اكستريم، يعني انا حابه الفكره ان هم اخيرا يدخلوا الوطن العربي او التراديشن العربي يدخلوها على ادفست انترناشونالز، فيعني كانت بالنسبه لي انه ابراشم بس حلوه، ابراشم جميله. رأيي أنه قطر سوت أفضل تنظيم لكأس العالم ببناء الملاعب، وحاليا في اعتراضات من الدول الأوروبية ومن المنتخبات عشان حقوق الإنسان. إحنا ديننا علمنا أول شيء حقوق الإنسان قبل ما يعرفنا، وبرأيي راح تكون أفضل نسخة كأس عالم مرت على دول العالم كلها بالضبط، لأنه بالنسبة لبناء الملاعب والتطورات اللي صارت بالمدة القصيرة جدا، قطر راح تقدم شيء يعني أول مرة يصير بالكرة الأرضية. إحنا يعني احنا مع حقوق الانسان ومع كل شيء، وديننا علمنا هذا الشيء، واتمنى يعني انه من المنتخبات العربيه اللي مشاركه انه يحملون شاره علم فلسطين مثل ما هم راح يحملون شاره علم اوكرانيا ومن هاي السوالف. ف يعني ما في اي اعتراضات حاليا، تم رد عليهم يعني ما بده يشارك بلا ما يشارك، وراح تقام النسخه وكيفكم ورسمكم. بالعكس انا بدي انبسط، كانوا دولة عربية، قطر كحجمه أوكي أنا معك صغير، بس كلياتنا كعرب لازم ننبسط أنه كدولة عربية دولة مسلمة، كوني أنا مسيحي شلون بنبسط بتباهى أنه كدولة عربية بيستضيف هالمونديال هذا شلون، ولازم هذا وسام نحطه على صدرنا ونمشي فيه كدولة عربية. وطبعا عرب كلياتنا عرب، مش بلاد عربية كلها. لا يعني هاي الهجمة الشرسة أنت إلهم حق العالم فيها؟ لا ما لهم حق. ليش إلون حلال إلنا حرام؟ ليش الشيء هذا؟ وين الديمقراطية؟ إننا عبقولوا إنه دولة قطر ما هي دولة ديمقراطية. لا مين قال الشيء هذا؟ لا كوني أنا كنت عايش 30 سنة بالخليج، طبعا رحت على قطر وسعودية كنت عايش بالإمارات أنا، وما شفت واحد من مليون تفرقة أو عنصرية أو كذا، لا بالعكس. والشيء هذا لازم نتباهى كلياتنا. رأيي أنه المونديال حدث عالمي، يعني هن عم بيعملوا حدث سياسي وعم يستعملوا أساليب الدين وأساليب تانية. أنا برأيي هذا الشيء غلط، يعني هي الرياضة للجميع مو لدولة واحدة أو لدين واحد أو لثقافة واحدة. في مغرضين ضد البلاد العربية، التطور، الحداثة في الدول العربية، مثل قطر دولة متقدمة عندها إمكانيات قوية، يعني أنجزت ملاعب ضخمة وقوية كتير في فترة محدودة، بظن في دول كبيرة كتير ما بتقدر تعمل هيك شيء. فهن ضد هالفكرة هاي أنه نحن نتطور؟ لا أكيد ضدها، ضد الانحياز، ضد الأفكار المتطرفة. يعني عدم تسييس هيك حدث عالمي؟ أكيد 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 عدم تسييس هيك حدث عالمي، وهن عم بيستخدموا عم بيصطادوا المي العكرة. يعني كونا قطر دولة إسلامية ملتزمة، فهنا عم بيجوا بيحطوا نقط بيصطادوا المي العكرة، على سبيل المثال الشواذ والمثليين وهي القصص هاي، فهنا عم يستخدموها شماعة ليعلوا عليها أخطاءهم ويهاجمونا. قطر دولة كد المسؤولية ومنها بلد صغيرة
وده شيء يشرفنا والبلاد اللي هي يعني اللي بتنتقد الحادة دي يعني مش أكتر من حقد أو غيرة، ودولة متطورة ودولة حديثة وفيها كل إمكانياته وأعلى من الدول دي وأكبر من الدول دي وشعبها شعب شبعان وعينهم مليانة، ده شيء كويس وشيء يشرفنا، وإحنا نرفع رأسنا بقطر ونتمنى أن احنا بلادنا تكون زي قطر في كل حادة، واللي نقدر نقوله أن هم الله يوفقهم وشيء كويس وحدث يشرف إن شاء الله. دي مش حملة ولا أي حادة، هم يمشوا في طريقهم يكملوا الحادة اللي هم ماشيين فيها ويتدهلوا كل الناس دي، واللي عاجبه عاجبه واللي ما عاجبوش يدق راسه في حيطة. هو يعني المونديال معمول هيك أو ما هو في ده الحالتين كده أو كده. والله رأيي هو يعني أنه كأس العالم هو بالنسبة أول دولة عربية، هاي أول مرة أنه تصير دول عربية كأس العالم، هذا الشيء بيشرفنا وبيشرف العرب ودولة صغيرة، وبيشرف كل الدول العربية أنه استضافت كأس العالم، وإن شاء الله نطلع عند حسن ظن العالم كلياته وتطلع هاي الحملة. بالنسبة للحملة هاي مجرد يعني بس هيك يعني بدهم يعني شلون بدي أحكي لك، هاي بدهم ينزعوا على العرب، بدهم ينزعوا على العالم، وبدهم ينزعوا على كل البشر هاي هذا الشيء. طب أنت كعربي كيف فيك تساند قطر في ضد هالحملة؟ نساندهم، لازم نضل أصواتنا يعني لإلهم، نحن نشجعون ونحن بنكبر فيهم أصلا لأنه هن دول عربية، أكثر من هيك ما فينا، ونحن نحارب هذا الشيء اللي عم بيصير. بالنسبة لدولة عربية يعني أنه تستضيف كأس العالم، هذا الشيء بيشرفنا وبيشرف كل العرب. لا أكيد يعني كتير منيح أنه قطر ما شاء الله عليها دولة صغيرة وقدرت بهالسرعة يعني تساوي هالتنظيم اللي كتير حلو، ويعني وما شاء الله كتير منيح يعني هالشيء كله. لا أكيد لأنه دولة عربية ودولة أنه غير أوروبا أو غير أمريكا أو غير هالشيء استضافت هالشيء، وما شاء الله نشحت يعني الفنادق الأبراج كتير شغلات، حتى في تسهيلات كتير بقطر. إيه فالحمد لله، لا إن شاء الله مونديال يكون ناجح، ويعني كتير عالم حكوا إنه هذا المونديال أنجح مونديال راح يكون. هلا ما بعرف يعني إنه مواقع التواصل هاي الشغلات كتير مهمة يعني كمنصتك كإنه حيلا شيء نشجع قطر، وما شاء الله يعني حتى المنتخبات العربية في إلى إن شاء الله راح توصل يعني. هي قطر دولة تحترم يعني لأنه كتير كتير محترمة هي كدولة، بس إنه بالنسبة للغرب يعني ما عم بيحترم عاداتنا وتقاليدنا كنحن كعرب أو كمسلمين يعني، بس هذا. وإلا يعني اللي عملته قطر بالمونديال يعني شيء بيرفع الراس كتير كتير كدولة عربية يعني كتير يعني، وهذا بقى بيعود لقيادة الحكيمة وهالشغلات يعني كل أمورها كويسة يعني كمونديال يعني أحسن من كأس العالم بفرنسا أو بأي دولة أوروبية. اللي عملته قطر كتير كتير مشرف كدولة عربية. هذا كل قلب، هذا أفكار، رأيت بعض الأفكار وبعض التقاليد مو كويس في بعض الأشخاص، مو كويس ما يأتون في القدر، لكن نص قدر استحق في كأس العالم وكل شيء استحق، قدر بلد كويس. أنا برأيي أنه هذا إنجاز كبير يعني أول دولة عربية بتستضيف كأس العالم عندها، فهذا دليل أنه قطر دولة متقدمة حديثة ومواكبة التطور، يعني هذا فخر لأنه ولكل العرب ونتمنى التوفيق. كيف فينا نوقف ضد هالحملة الشرسة؟ ندعم عن طريق مواقع السوشيال ميديا، عن يعني بتعرف أنت الفيسبوك التويتر الانستغرام يعني، ونكون معهم صفا لصف. والله ليك أنا منظوري الشخصي يعني قطر أول دولة عربية وصغيرة مثل ما أنت تفضلت وحكيت أنه هي استضافت كأس العالم، برغم من السنين الماضية اللي مرت فيها من عقوبات من تضييق داخليا من الدول اللي كانت حواليها، بالعكس هذا إنجاز كتير كبير أنه هي استضافت كأس العالم. ومتمنى لقطر ولشعب قطر ومنتخب قطر أنه هو يربح الكأس، ونقول إن شاء الله. لا أكيد أنا الفخر إلي كوني عربي بدولة عربية بتستضيف أول مرة كأس العالم. لا أستاذ، هاي الهجمة يعني كلها بتوقع على مغرض، وقطر راح تثبت للعالم كله أنه هي دولة ديمقراطية، دولة مع الإنسان، مع يعني انه لازم يحترم عادات وتقاليد البلد اللي هن رايحين عليه. هلا طبعا
كونه دولة عربية أكيد بده يكون في احترام لهذا الشيء. إيه أكيد. أنا مبسوط والله، والدولة مسلمة وصغيرة. أنا كردي ماني عربي، لا أنا مسلم ومبسوط. أنا ما له حق، لا ما له حق، كل واحد هو رأيه، هو المذهب ولا دينه. يعني قطر ما دخل فيهم حتى هني يتدخلوا على يهجموا على قطر. أنا ضد هالشي. وهيك أصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا. أنا عربي وأدعم قطر، هذا الهاشتاج الذي يسيطر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة، وأنا مني السلام عليكم.